مشي. نعم، معنا الحاجة فاطمة من سنار. مرحبا بك يا حاجة. الو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة طيب وانت طيب ان شاء الله. معك دارت سؤالي يا ولدي، والله سؤال طبعا خارج رمضان. نعم تفضلي. اها، قلت لك قبل كده انا كنت رب لي حمام في البيت. نعم. والحمام ده قام بعد شويه كده قام جاني، يعني قمت شكيت هل الحمام ده هو حقيم ولا ما حقيم. قام الحضم الحمام وفتح فضه عنده جنيات، انا ما قادر اتصرف، خايفه اقوم اشيله واكون دخلت في الحرام. نعم نعم خلاص. نعم. الحمام ده ما بتعرف شو صاحبه منه، ما بتعرف صاحبه. نعم. نعم. والحمام انضم لي حمامه واختلط مع حمامه، بقى يبيض مع حمامه يفقع فرخاته. ما بتعرف سيده منه. اذا كان الجيران عندهم حمام ممكن تسألون اخواننا انتوا عندكم جوز حمام ناقص، لانه يعني جوز حمام زيادي. ما في جهة خالص، والحمام ممكن يعطينا مسافات بعيدة. يبقى الحمام الشكيتي فيه ما حقق ده، غيمه. شوفي مثلا جوز الحمام لو شلتي تبيعي في السوق بكم؟ بعشرة جنيه الجوز. خلاص اصدق بعشرة جنيه للمساكين بقيمة الحمام، الجوز الجاكي ده بنية السواب يمشي لصاحب جوز الحمام، واصبح جوز الحمام حقي. كأنك اشتريتي جوز الحمام انضم لحمامك، ما قدرت تطفي شيء، وقدر ما تطيري يلف يجيك رايع وما عرفت صاحبه شنو، اشتريه. خلاص انا جوز الحمام ده اللي انضم لحمامي ده اشتريته، لو مشيت ابيعه في السوق يجيب كم؟ يجيب 10 جنيه، خلاص انا اشتريته بال 10 جنيه، تشيلي 10 جنيه تديها لي مسكين، خلاص بقى جوز الحمام حقك. نعم ان شاء الله. والثواب ال 10 جنيه يمشي لصاحب الحمام. نعم.